أنا بتمنى أكيد إنه أتوفق في إنه أنا وبني آدم نعرف نصنع حياة. لحد ما ده يحصل أنا يعني مش ناقصة عشان حد يكملني، بتحس إن في حاجة ناقصة. يعني في بكلم أمي وبخليها. حلو قوي التعبير، لطيف قوي اللي قلتيه ده، إنك أنت مش ناقصة عشان حد يكملني. لا، وممكن جنون. وممكن جنون. ممكن جنون. لأن هو في الآخر أنت حبيت مين؟ وأنت وهو عملتوا إيه؟ يعني أنت وهو عملتوا مع بعض إيه؟ وفرت كل هذه المواصفات في رجل ولكن من غير دين، وقدرت تنسجم انت وياه، بتخلي الدين هو المشكل او هو العائق على انك ما ترتبطي معه او لا ترتبطي؟ اصل انا ما ينفعش. ليه؟ لا كانت خناقه، كنا بنتخانق كالعاده، مش احنا في اخر فتره كنا بنتخانق بمعدل كل ساعه. هتتخانقوا على ايه؟ في الفتره الاخيره كنا بنختلف كتير جدا، وهو ده اللي خلانا ناخد القرار ده. اختلفنا. لا مع وديع ولا مع غيره في ارتباط، قلبي مسكر هالفترة، يعني حب ما في، غرام ما في، ساعات بخاف. يعني بتخافي؟ بخاف من الشخص اللي ممكن يتقدم، وبخاف بعدين يعني رح شو حيصير. شكله عامل ازاي رجل احلامك ده؟ شكله عامل، بفكر، حتى بفكر اذا بدي اتزوج ما بعمل عرس خالص. مفيش اغاني والناس انا حبست الناس ولا انا اللي هتبسط؟ فانت طب شكل شكل